الله، قول الو يا عم. الو يا هاني، ازيك امير؟ اهلا بيك سيادة المستشار. اهلا بيك يا اياد، ازيك عامل ايه؟ ازيك حبيبي، اتفضل معاك العريس. الله يسلمك. لا طبعا عريس يعني انا قالوا لي اعمل مفاجاه واكلمه يعني. بس يعني انا عايز اقول طبعا هاني يعني قد ايه هو يعني مش هقول بقى بالنسبه لي بس، لكن بالنسبه لعيله رمزي كلها يعني هاني مش اخونا الكبير، هو ابونا. ودي يعني كانت حتى وصيه ابويا يعني قبل ما يسافر السماء، وده الاحساس اللي احنا دايما بنتعامل بيه مع هاني، ان هو ابونا بجد يعني، مع ان فرق السن قريب، لكن ده الاحساس اللي احنا كلنا كعيله يعني هو بيحتضننا ازاي. بس مش بس كده، ده على المستوى العائلي، لكن على المستوى المجتمعي يعني يقول لك مين يشهد العروسه، بس هو ده الحقيقه. هاني خادم كبير جدا جدا في المجتمع، بيحب الفقير جدا من قلبه، بيساعد الناس بصوره هاني صاحب فكر واحساس كبير يعني، وده حتى نلاحظه في الافلام بتاعته قد ايه هو بيقدم رساله للمجتمع. هاني ما بيعرا يعني مش بيستخدم الفن كدخل او كشهره وخلاص او لا، هو عنده مسج في كل افلامه، في كل مسلسلاته، في كل رسائله، من هو ممثل صغير لغايه لما ربنا وفقه بقى نجم كبير، هو بيوصل رساله ونشوفها في مواقف كتير يعني، بدءا من عايز حقي اللي يعني كان في ناس كتير قوي بتعتبر انها كانت رساله مسببه للتغيير الكبير يعني، جزء مشارك بيه في التغيير الكبير اللي حصل في مصر في الثوره وخلافه، لكن ده على الجانب الفني اللي ظهر للناس. والجانب الاخر بقى اللي يمكن الناس كتير ما تعرفوش، خدمته للفقير ازاي. هو هاني بيسافر معانا امريكا وكندا واستراليا والصعيد وكل ده علشان خاطر نجمع للفقير ونساعد بالمجهود بتاعه بالشهرة بتاعته يعني، مواقف كتير قوي لولا ان هاني بيبقى معانا، لولا ان الناس بتيجي وتسمع رسالتنا في ان احنا بنخدم وعايزين نوصل الاتنين ببعض، نوصل الغني بالفقير، نوصل المصري اللي في الخارج بالفقير اللي في الداخل وهكذا. ويعني بنعمل حفلات على شرف هاني علشان الناس تحضر وتدعم الخدمة. فيعني حاجات كتير جدا يعني، يمكن انا مش احسن واحد ان انا اتكلم لان هو اخويا الكبير، لكن انا بقول الحقيقه والواقع يعني. لا هو كبير مش ايوه بس هو الكبير دي دلوقتي احنا مش عايزين نقول.